شارلي إبدو تهندس الإرهاب وفيسبوك يتجه على أكمل وجه إلى تشجيع دعوات القتل في إيران. 3 أعوام على استشهاد القادة وليلة القبض على ترامب. الرهانات السعودية على تعويذة الولايات المتحدة في حرب اليمن العبثية. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي، لاحظتم في الفترة الأخيرة هنالك تركيز كبير من قبل الغرب على الجمهورية الإسلامية. هذا التركيز اتخذ أشكالا مختلفة، وصل الأمر إلى توجيه الإساءة مباشرة إلى قائد الثورة آية الله العظمى السيد الإمام علي خامنئي. في الرسومات المسيئة لمجلة شارلي إبدو التي تجاوزت كل الحدود المتعارف عليها، والتي تحظى أيضا بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، من الغرب عموما، والرئيس الأمريكي جو بايدن أدلى بتصريحات أيدت ما قامت به هذه المجلة المشؤومة. وأيضا بالنسبة إلى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون الذي يتعمد دائما الحديث عن تشجيع الإساءة والتجديف بحجج واهية، منها أنه لا توجد قوانين في فرنسا تمنع التجديف، يعني تمنع الإساءة المباشرة للأديان، وهذا الأمر مستمر. لكن لاحظنا أيضا يعني مباشرة بعد هذا العمل الذي قامت به مجلة شارلي إبدو، لاحظنا أن شركة ميتا التي تملك الواتساب والفيسبوك والإنستغرام أيضا اتخذت قرارا مثيرا جدا برفع الحظر عن أولئك الذين يطلقون شعار مسيء ويدعون فيه أو ينطوي هذا الشعار على الدعوة إلى قتل قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي خامنئي. اللافت في موضوع فيسبوك تحديدا، طبعا هي شركة ميتا بس فيسبوك هو الأبرز هنا، أن هذه الشركة ألغت قرارا كانت قد حضرت به منشورا كتب ونشر في 2008 تمثل بالدعوة إلى قتل القائد آية الله العظمى السيد علي خامنئي 2008، يعني حتى قبل الاحتجاجات التي انطلقت بعيد الانتخابات الرئاسية في إيران والتي أفضت إلى تجديد رئاسة السيد محمود أحمدي نجاد في العام 2009. بعدين يعني منذ ذلك الوقت بدأت السياسة تتغير، وبدأت استراتيجية الغرب تحديدا والأطراف التي تقف خلف فيسبوك تتبع سياسة أخرى مختلفة قليلا، وهي تشجيع النشر ضد المرجعيات العليا وضد القادة الذين كان لهم تأثير ولا يزالون في معركة الإرهاب، يعني المعركة ضد الإرهاب. وتحديدا لاحظتم أن فيسبوك كانت تفرض ولا تزال حظرا وقيودا شديدة على قادة مثل أمين عام حزب الله، مثل السيد عبد الملك الحوثي، مثل قادة كثيرون لبنانيون استشهدوا على أرض سوريا دفاعا فيما سمي بثورات الربيع العربي. وطبعا وصل الأمر إلى قادة فصائل عراقية قاومت في سوريا وقاومت الاحتلال في العراق، إلى أن طبعا كما قلت لكم انتهى الأمر الآن إلى قادة النصر تحديدا الذين أجهضوا مشروع الخلافة، مشروع الخرافة
في العراق القائد أبو مهدي المهندس والقائد الحاج قاسم سليماني. قيود شديدة، تذكر الاسم، تذكر تنشر الصورة، رأسا أول مرة يوجهوا لك إنذار 3 مرات، بعدين يغلقون بعضهم، لا تغلق صفحاتهم مباشرة، لأن العيون دقيقة حول هذا الموضوع. إذا شنو اللي صار الآن بحيث وصل الأمر إلى أنه تشجع فيسبوك وتشجع هذه الشركة على قتل القائد الأعلى آية الله العظمى السيد علي خامنئي؟ طبعا هم يبرروها، يقول هذا الشعار يعني هو شعار سياسي، يعني يسقط فلان، مو هو القتل، بس هذا من تخليه. وهي دعوات تحريضية مباشرة تنطلق من فيسبوك وتنطلق من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وتنطلق مباشرة من مراكز أبحاث ومراكز تفكير ومن قنوات فضائية تم إنشاؤها في بريطانيا في أماكن مختلفة أخرى، تنطق بالفارسية، موجهة مباشرة إلى الإيرانيين وتدعوهم إلى القتل، تقول اقتلوا، بالفارسي بوكوشيد، اقتلوا اقتلوا. وبعدين شيء آخر، هؤلاء الذين تشجعهم على القتل ويتم اعتقالهم قتلوا في عدد من ممن يسمون بالمعترضين، قتلوا بسيج، بسيج تعرفوا شو البسيج؟ بسيج ناس متطوعين لحفظ الأمن في مناطقهم. قبل عندما انطلق البسيج كان للمشاركة في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، والآن في كل محل، هو هذا يعني من بداية الثورة وحتى الآن في كل محل أكو لجان، هي لجان متطوعين من المسجد، المسجد وطبعا في المدارس في أماكن مختلفة، أو لا متطوعين للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. فهؤلاء عندما تنطلق أعمال شغب يرفضون المشاركة فيها، يرفضون، مو بس يعني هؤلاء الكثير منهم ما شاركوا في قمع مثلا أو صد المشاغبين، لا يرفض من المشاركة في. وشفتوا أنتوا هذا الكردي صاحب الدكان الذي استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عندما زار كردستان، مناطق كردستان يعني الإيران، وهددوه بالقتل والذبح وحرق محله، شلون استقبلته، شلون قدمت له حلوى، وطلع الرجال صار شو يسوي، يذبحوه، يقتلوه، يقتلون أولاده ويحرقون محله. طلع قال يابا ترى أنا عفوية الشغلة، وأنا لأنهم يريدون إشاعة الخوف والرعب في صفوف الناس. أقول هؤلاء الذين تم اعتقالهم وقتلوا أناسا أبرياء وتمت إدانتهم بالقصاص، القصاص يعني حقوق أولياء الدم، لازم أبو أولياء الدم يتنازلون، لا ينفذ القصاص. طبعا أحكام أخرى ممكن سجن فيما يتعلق بزعزعة الأمن وتهديد الأمن، بس هؤلاء الذين حكم عليهم بالإعدام قصاصا، لاحظتم وسائل الإعلام وخصوصا الفيسبوك، وعندما ينشر شيء عن أولئك الضحايا يتم حذف وإغلاق الصفحات أو حذف المنشور والتغريدة في تويتر، لكن عندما يتم الترويج لهؤلاء القتلة والدفاع عنهم واعتبارهم ضحايا القمع في إيران، لأنه هذا طبعا مسموح به في الفيسبوك ومسموح به في وسائل الإعلام الغربية الأخرى، هم لديهم استراتيجية، هاي الاستراتيجية الآن يطبقوها في إطار، تتمثل هذه الاستراتيجية استهداف القيم، ولهذا تشوفون استهداف الأخلاق، استهداف الحجاب، لاحظتم سميت بثورة الحجاب، وكانوا يصفون وما يزالون أن إسقاط الحجاب هو كإسقاط جدار برلين الذي ينتهي ويجب أن يفضي إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، ويستهدفون هيبة النظام وهيبة القادة والمسؤولين، يقول لك بعد ما في حصانة للقادة والمسؤولين وما في احترام وهتك حرماتهم. وشفتوا حتى بعض الشعارات التي أطلقت أثناء الاضطرابات واستهداف سيادة القانون وما يسمى بالحوكمة الرشيدة، والحوكمة الرشيدة كما تعرفون يشمل ذلك الأخلاق والمساءلة وشفافية تبادل المعلومات وسياسات حل النزاعات وإدارة الموارد. أنا لا أريد أن أفصل كثيرا في مثل هذه المصطلحات، لكن يجب أن نقول ويجب أن نتحدث أن شارلي إبدو تهندس الإرهاب، لأن الأطراف التي تقف معها
كانت قد بدأت هذه الإساءات بتوجيه الانتهاك والإساءة لمعتقدات الأديان، الشرائع، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى الكاثوليك، حتى البابا، حتى المسيح عيسى، وحتى الله سبحانه وتعالى تمت الإساءة لهم في شارلي إبدو. لكن هذا المسلسل بدأ يتصاعد، والآن بدأ يعني يتم تسويقه سياسيا، تسويقه سياسيا، لأنه يفترض إذا كان الغرب وفرنسا الغارقة بدماء الملايين من ضحاياها في أفريقيا وآسيا عندما كانت تمارس سياساتها الاستعمارية، فرنسا يجب عليها أن تفصل بين الخلافات السياسية والمواقف السياسية وبين موضوع المعتقدات الدينية والمقدسات، لأن هذا الأمر يوقعها في مأزق كبير كما أنتم تعلمون. وفرنسا نفسها التي شجعت الاضطرابات في إيران هي الآن غارقة في اضطرابات شديدة لأسباب اقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود وأسعار المواد الغذائية. وشوف الشرطة الفرنسية كيف تمارس العنف المفرط مع المحتجين، بينما هي لا ليست فقط يعني لا تحر يعني لا 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 تحرك ساكنا، بل تشجع مجلة شارلي إبدو على هندسة الإرهاب الفكري والديني والمعتقدي فيما يتعلق بالأخلاق، وتوجيه البوصلة نحو القائد الإمام السيد علي خامنئي، الأمر الذي يقتضي بالفعل مواجهة حاسمة، وهذه المواجهة الحاسمة لديها أشكال كثيرة وأبعاد كثيرة يمكن أن نبحثها في لقاءات قادمة. ابقوا معنا. ليلة القبض على ترامب، لأنه بعد 3 سنوات على استشهاد قادة النصر، يبدو أن اللجان التحقيقية المختصة في العراق وإيران تتجه بشكل فاعل وجدي نحو إنجاز مهمة ملاحقة ترامب وباقي الذين تورطوا في قتل واغتيال قادة النصر الشهيدين، القائد أبو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني ورفاقهما. طبعا تعرفون أحبائي، يعني صح تأخر الأمر 3 سنوات، لكن الأمر يستحق أن يتم ملاحقة هؤلاء قانونيا وقضائيا، وهذا لا يعني على الإطلاق أن العقوبة أو الانتقام الذي كانت قد وعدت به الجمهورية الإسلامية ووعد به محور المقاومة سيتوقف، لا لا، كل الطرق يجب أن تؤدي إلى معاقبة المجرمين الذين تورطوا في هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة والكبيرة والتي تتعارض حتى مع مبادئ القانون الدولي. لكن من وجهة نظر القانون الدولي أيضا يعني ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وقواعده، فإن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن لديها أي مسوغ قانوني وأي أساس قانوني وشرعي ومقبول لتبرير جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق الحرس فيلق القدس، والقائد العسكري العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. تأكد أن اغتيال قادة النصر كان عملا تعسفيا وفق أعمال اللجان المشتركة، وحتى وفق اعترافات وتقارير وتصريحات رسمية من قادة ومسؤولين ومهتمين بحقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بالقتل خارج إطار الدولة في الأمم المتحدة وغيرها. وتأكد أيضا أن ذلك مخالف لمبدأ احترام حقوق الإنسان والحق في الحياة، ناهيك عن كونه انتهاك للسيادة العراقية، باعتبار هذه الجريمة الكبيرة وقعت في داخل الأراضي العراقية وعرضت الأمن والسلام الإقليميين للخطر، وكان يمكن أيضا أن تؤدي إلى أن تعرض الأمن والسلام في العالم كله إلى الخطر لو اندلعت بالفعل حرب كبيرة. وهذه الحرب تعرفون يعني تتسع، إذا وقعت فإنها تعم، لا يمكن أن يعني أن تتوقف عند حدود معينة. الآن كل هذه الأزمات في المنطقة، الأزمات في سوريا، في لبنان، في أفغانستان أيضا، في الـ اليمن، في العراق، في فلسطين المحتلة، أي اتساع أو أي تصعيد عسكري أمني
في هذه الأزمات ينذر بحرب شاملة كما تعلمون. على أي حال، لقد اعترفت جهات قانونية ودولية كبيرة بأن جريمة اغتيال القادة من قبل الإدارة الأمريكية السابقة يمكن أن يتم يعني مقاضاتها في محاكم دولية. هذا أمر، وحتى إذا لم يتم ذلك في محاكم دولية، يمكن حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت الإدارة الأمريكية في الفعل تريد ذلك، ويمكن أيضا أن يحاكم هؤلاء في داخل الجمهورية الإسلامية وفي داخل العراق أيضا، بحسب تصريحات كبار المسؤولين القضائيين في إيران في العراق. لاحظنا بالفترة الأخيرة فإن عملية الملاحقة القانونية للقتلة لا تزال جدية، على الرغم كما قلت لكم من مرور 3 سنوات، والمسؤولون أكدوا على أنه يمكن ذلك في الإدارات. يعني الآن يجري إكمال الملفات القضائية على الرغم، وطبعا ملفات توجيه اتهام لعدد من العراقيين في داخل العراق، بالإضافة إلى بعض الدول الضالعة في المنطقة وفي خارج المنطقة. في البعد القضائي عقدت كما تعلمون 3 جولات من الاجتماعات المشتركة واللجان المشتركة بين العراق وإيران في زمن مصطفى الكاظمي. كان مصطفى الكاظمي يعرقل هذه اللجان من أداء أعمالها بأسباب مختلفة، وعندما يقوم بين فترة وأخرى بتغيير أعضاء اللجان حتى يبدأون من الصفر. الآن يبدو لا، لأن الأمر بدأ أكثر جدية بعد رحيل مصطفى الكاظمي ومجيء حكومة جديدة كاملة الصلاحيات. ولا بد أن نذكر أيضا بأن السيد محمد الشياع السوداني عندما أدان عملية اغتيال قادة النصر ذكر الإدارة الأمريكية السابقة بالاسم، وهذا الأمر أيضا قام به رئيس القضاء العراقي السيد فايق زيدان، الذي أكد بشكل واضح بأن هذه العملية مستمرة. وأعاد التذكير السيد فائق زيدان بمذكرة قضائية كانت قد صدرت في العام 2021 باعتقال عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، والمبعوث الأمريكي السابق فيما يتعلق بالمسألة الأمريكية رايان هوك. أقول هنا أنه يعني ما هو المستند القانوني الذي يمكن أن يحاكم على أساسه ترامب؟ مع ملاحظة، لنفترض جدلا وفرض المحال ليس بمحال، أنه يعني لم يتم ذلك في المحاكم الدولية لأسباب كثيرة، هيمنة أمريكا، ضغوط أمريكا، لكن هذا أيضا من الناحية الإعلامية ومن الناحية النفسية هذا من شأنه أن يثير الكثير من القضايا في لصالح محور المقاومة ولصالح العراق ولصالح الجمهورية الإسلامية، ويحرج الجماعات والأطراف التي وقفت كما قلنا في المحور الأول خلف منع صور قادة النصر أو أساميهم من أن يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي الخاضعة لشركة ميتا. أنت عندما تحصل على هذا المسوغ القانوني وتقيم أيضا بإمكانك دعوة قضائية حتى على شركة ميتا، حتى على فيسبوك، حتى فيما يتعلق بهذا التشجيع على القتل، فيما يتعلق بالسماحة السيد الإمام علي خامنئي، وحتى فيما يتعلق بمنع صور وأسامي قادة النصر من أن يتم تداولها في هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. وطبعا نفس الأمر ينطبق على سماحة السيد حسن نصر الله إذا قامت الحكومة اللبنانية بمقاضات الإدارة الأمريكية أيضا، أو مقاضات فيسبوك فيما يتعلق لأنهم يقولون نحن وفق القانون الأمريكي نضع اسم سماحة السيد حسن نصر الله وبعض قادة المقاومة على لائحة الإرهاب، فلأنهم ممنوعون أو موقوفون أو وفق لائحة الإرهاب الأمريكية التعسفية، ففيسبوك يتعلل بهذا، يمنع أساميهم وصورهم من التداول. هنالك اتفاقية أحبائي وقعت عام 1973 في ديسمبر، هذه اتفاقية دولية قبلتها الأمم المتحدة، قبلتها الولايات المتحدة الأمريكية. هنا مربط الفرس. اتفاقية عام 73 هي بشأن منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المدعومين دوليا، يعني لهم صفة حكومية، مثلا السيد
أبو مهدي المهندس ونائب رئيس هيئة رسمية في العراق، هو لديه منصب رسمي. القائد قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس ومستشار رسمي للحكومة العراقية، وهو ضيف رسمي جاء إلى العراق. ليش ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ما قامت بهذا الاغتيال البشع للقائد قاسم سليماني تحديدا قبل هذا الأمر؟ لأنها كانت تتقيد بهذه الاتفاقية، يعني الاتفاقية تقول أنه يعني لا يمكن التعرض للمسؤولين الرسميين والوكلاء السياسيين، ولا يمكن أبدا فرض عقوبات عليهم. ومن الضروري أيضا أن نوضح أن هذه الاتفاقية هي إحدى المعاهدات ذات الصلة التي يمكن من خلالها أن تجري الملاحقة القانونية لملف اغتيال قادة النصر، وتحديدا الجنرال قاسم سليماني، وطبعا معه أبو مهدي المهندس. لأنه كما قلت لكم قبل قليل، أمريكا وإيران قبلتا باختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في هذه الجريمة. طبعا وفق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، فإنها تتعلق بأي فعل متعمد يؤدي إلى القتل والاختطاف أو أي اعتداء آخر على الشخصية أو على حرية الأشخاص في التحرك المحميين أو الاعتداء على مكان، يعني البعثات الدبلوماسية و أو الإقامة أو السيارة أو الأشخاص. مع ملاحظة أن قادة النصر، يعني سأتحدث عن قاسم سليماني لأنه أبو مهدي المهندس مفروغ منه، مسؤول حكومي عراقي. قادة النصر كانوا يعني المستشارين الإيرانيين يترددون على إيران وفق جوازات دبلوماسية، لديهم حصانة دبلوماسية قبلها العراق رسميا، جوازات عراقية إيرانية عفوا رسمية. هذا الرجل صفته دبلوماسية، عنده صفة دبلوماسية رسمية يمثل الحكومة الإيرانية في العراق. من هذا الباب فإن هذه المادة تمنع التعرض لهؤلاء وتمنع الاعتداء عليهم، ناهيك عن اغتيالهم وقتلهم. وإلى ذلك من النقاط المهمة جدا، بشكل عام يبدو أنه في الوضع الراهن تم إرسال حسب ما علمت رسالة عبر القنوات أو رسائل عبر القنوات الدبلوماسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا عن طريق السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأمريكية في طهران، فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى عدد من الأشخاص الأمريكيين تحديدا. ولم يأتي لحد الآن الرد، ووفق هنالك فترة زمنية، أعتقد هذه الفترة الزمنية بعدها بإمكان الجمهورية الإسلامية والعراقي أيضا أن يعمد إلى محاكمة ترامب وباقي المتورطين ومنهم عراقيون بتهمة اغتيال قادة النصر، وعلينا أن ننتظر. لكن قبل ذلك علينا أيضا أن ندعم ذلك من خلال وسائل عدة يمكن أن نتحدث عنها أيضا في برامج قادمة. الرهانات السعودية على تعويذة الولايات المتحدة في حرب اليمن العبثية. أحبائي، هنالك سؤال يتكرر كثيرا لدى أولئك الذين بالفعل يعني يهمهم الإجابة على هذا السؤال أو أن نحصل على هذا السؤال: متى تقف هذه الحرب العبثية في اليمن؟ يعني إلى أن ينتهي الشعب اليمني نهائيا؟ وقت. احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية قالت قبل أيام إن الوقف الدائم لإطلاق النار، الوقف الدائم لأن هنالك هدنة لم تتمدد، هدنة بدأت في الثاني من أبريل نيسان من السنة الماضية، تم تجديدها على مدى 3 دورات، وكان يفترض أن تمدد في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، لكنها لم تمدد لأن الأخوة في اليمن لديهم شروط، وهذه الشروط مشروعة طبيعية. يعني يقول لك أنت تريد هدنة تتمدد، إيه ليش؟ شنو حتى تتنفس من جديد وبعدين تشن علي حرب شعواء أخرى؟ ليش؟ وليش أنا إذن أقبل بهذه الهدنة وأنت لا تزال ترفض إعطاء المرتبات، مرتبات من نفط وغاز اليمن يروح في البنوك السعودية؟ مقبول؟ طب هذا ما مقبول. أو الحصار على اليمن لا يزال قائما، إذن شنو الفائدة الهدنة؟ فالولايات المتحدة تريد يعني كل ما تقع في مأزق، وكل ما يقع أيضا الأخوة أقول في المملكة العربية السعودية، لأنه مع كل الأسف يعني أخواننا بغوا علينا وبغوا على اليمن،
كلما يقعون في مأزق كلما يلجؤون إلى تمديد الهدنة والدعوة مجددا إلى وقف لإطلاق النار دائم. هسه الأمريكان وهم بدايات الشتاء وعندهم هذا المأزق المعروف والقصة المشهورة في قضية أزمة الطاقة وإمكانية أن تندلع الحرب مرة أخرى في اليمن، وعند ذلك يعني راح يصيرون في حيص بيص. فيقولون أن الدعوة الوقف الدائم لإطلاق النار والتسوية السياسية الشاملة بقيادة يمنية، هسه يريدون اليمنيين يحلون مشاكلهم بيناتهم، هم السبيل الوحيد للمضي قدما لإخراج اليمن من هذا المأزق وإنهاء الصراع في اليمن. هذه الكليشة دائما تتكرر كما قلت لكم كلما وجدوا أنفسهم في ضيق. قبل أيام وزارة الخارجية الأمريكية صرحت بتصريحات عن أن المبعوث الخاص إلى اليمن بدأ بالفعل محادثاته، زار الأردن، زار السعودية، وهنالك وفود من سلطنة عمان ذهبت إلى صنعاء للاستماع إلى مطالب المدنيين. لكن في الواقع يجب أن نشير إلى أن التواجد العسكري الأمريكي بالقرب من باب المندب وبالقرب من الساحل اليمني هو أيضا يشكل خطرا كبيرا على اليمن وعلى بحار اليمن. زي أنتم تريدون اليمنيين يوقفون هذه الحرب العبثية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المملكة العربية السعودية وحلفائها، بينما أنتم تتواجدون مباشرة على الأرض يعني في أماكن محددة ومهمة بحجة والله حماية الملاحة الدولية. خب أنت روح لأصل الموضوع، هذا السؤال يجب أن تجيب عليه، أن تقف الحرب العبثية في اليمن. صحيح عندما نجي نقارن يعني مقارنة الخسائر الإنسانية طبعا لا يمكن أن مقارنتها فيما يتعلق بالشعب اليمني، خسائر كثيرة وقعت لحقت بالشعب اليمني من قتل، من تجويع، من أمراض، من تدمير بنى اقتصادية وبنى تحتية، لكن الحرب أيضا كانت مكلفة ومكلفة جدا للمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتمويل والمواد المستخدمة والسمعة الدولية. الآن هذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، الآن هم في ورطة يريدون الخروج منها، لأنهم شافوا لا أكو إرادة جدية لدى الأخوة في اليمن، بأنهم يعني رغم هذه السنوات العجاف 8 سنوات تقريبا، قتل آلاف من الناس، تدمير البنى التحتية، لم تحقق السعودية وما والدول التي تقف خلفها أي هدف. لو تجون لقائمة الأهداف التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، والكارثة أنهم أعلنوا هذه الحرب من واشنطن من الولايات المتحدة الأمريكية ووعدوا بإنهاء هذه الحرب خلال أسابيع 3، لم يتحققوا منها أي شيء. لا دمروا الحوثيين، قالوا هاي الحوثيين اجتثهم اجتثاث، ما تحقق هذا الشيء. الحوثيون أنصار الله يتزايدون، تحالفهم يقوى. والمناسبة أنا شفت بعض التغريدات اللطيفة لأخوة من مؤيدي من الشعب اليمني المؤيد لأنصار الله، يقولون الآن يعني بعد مضي كل هذه السنوات، كل من المرتزقة من الذين حركتهم المملكة العربية السعودية ضد شعبهم، عندما يئسوا من المملكة العربية السعودية يجون يلتحقون، يريدون ينضمون إلى أنصار الله واللجان الثورية والشعبية والجيش اليمني، فيقول بابا ما نريدكم، احنا ما نريد هذه الأوساخ، لأنه أنت الوطني الذي يحب وطنه مو يروح يخون بلاده ويتعامل مع الأجنبي، مع الدولة الخارجية هي المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن موضوع الجوار الجغرافي والاستحقاق الجغرافي. نعم للمملكة العربية السعودية الحق أن تقلق على أمنها فيما يتعلق بهذا الجوار، وتشوف في اليمن ماذا يجري باليمن، بس ما تحل المشاكل عن طريق الحرب العبثية التي ثبت بعد كل هذه السنوات، نحو 8 سنوات، أنها لم تحقق أي شيء، بل العكس من ذلك زادت قوة أنصار الله. الآن أنصار الله لديهم صواريخ باليستية، لديهم طائرات مسيرة تصل مو بس إلى العمق السعودي،
بل تصل إلى باب المندب وإلى فلسطين المحتلة. وأنا ذكرت لكم في المحور الأول هنا الأزمات مترابطة، واليمنيون بإمكانهم أن يؤثروا حتى في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقالوها مرارا: نحن مستعدون لقصف الكيان الصهيوني إذا ما شن اعتداء على الجمهورية الإسلامية أو على بعض فصائل المقاومة. فأقول لكم مثلا هذا قصر المعاشيق، قصر معاشيق يسمونه، اللي هو يفترض أن يكون مقر الحكومة، يعني مقر الرئاسة. هو شوف التعليق جميل لأحد اليمنيين، يقول: تسميته بالقصر الرئاسي تضليل. يا بليش؟ يقول: لا، هو قصر لأنه شوف شكله ايش صار بيه، وليس فيه رئيس. إذا شنو قصر رئاسي؟ شنو معناها اللي هذا المصطلح الذي تم رواجه بشكل كبير وترويجه بشكل كبير ونجح؟ يقولون حكومة الفنادق، يعني حكومة تدار في داخل فنادق في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض. حكومة كل قراراتها تصدر مو من عدن، بل تصدر من المملكة العربية السعودية وتحديدا من العاصمة السعودية الرياض. فأقول يعني احنا الآن أمام هذا السؤال الخطير، إنه لماذا لا تقف هذه الحرب؟ ولماذا تستمر السعودية في رهانتها على ما يمكن أن نسميها بتعويذة فاشلة للولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تستطيع هذه التعويذة أن توجد حلا لورطة المملكة العربية السعودية في هذا الوحل، هذا الوحل اليمني. أنت لا تستطيع إلا أن تحل مشاكلك بالتوافق مع الأخوة في اليمن وطبعا دول الجوار، لأن هي الآن آثارها الجانبية كبيرة. نعم، لاحظنا بالفترة الأخيرة تراجعا كبيرا من قبل المملكة العربية السعودية حتى فيما يتعلق بإطلاق التصريحات. شفنا مثلا الأمير السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول: نحن مستعدون للانسحاب من اليمن. طبعا هذا اعتراف واضح بأنهم دخلوا اليمن دون أي مبرر شرعي من سنوات الآن، تفكر بالانسحاب من اليمن، يلا هم يخالف، يلا. احنا نقول اكو مثل إيراني جميل يقول: السمكة كلما يعني أين حيثما اصطدتها فهي طازجة، وقت ما تصيد هاي السمكة هي طازجة طازج. يقول: نحن مستعدون للانسحاب من اليمن، لكنه يشترط شروطا. بس الشروط حلوة ولطيفة، واحدة من هذه الشروط: يريد ضمانات من أنصار الله. هذا أيضا اعتراف بالهزيمة أمام أنصار الله. ويريد ضمانات من سلطنة عمان، يا بهم ما يخالف باعتبار عمان هي دخلت وسيط طوال هذه السنوات الماضية. ويريد ضمانات من إيران. الإيران هنا يعني العقدة، هذه مو جديدة، دائما كان اليمن يعني كان الأخوة في المملكة العربية السعودية عندما يتحدثون، ولا تعترضوا علي في كلمة الأخوة، قلت لكم إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا مع كل الأسف. يقولون دائما أنه نريد من الجمهورية الإسلامية أن تقدم لنا ضمانات. فالإيرانيون يقولون لهم: يا أخوان، أنتم مشكلتكم مع اليمنيين، احنا نهيئ لكم الأسباب تجلسون. وكم مرة عملوا هنالك اجتماعات حصلت حتى في طهران بالمناسبة، حضرها سعوديون وحضرها أخوة من أنصار الله: نهيئ لكم هذه الأسباب لكي تجتمعوا، لكن نحن لا نفرض رأينا على الأخوة في اليمن. أنصار الله وكل حلفاء إيران هم أسياد عندما يسمى بنظام ولاية الفقيه، نظام الجمهورية الإسلامية حلفاؤه من العرب والمسلمين أسياد وليس عبيدا كما تفعل المملكة العربية السعودية. وتذكروا قصة سعد الحريري، والعاقل يفهم. ونودعكم على خير.